شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة العالم للرجل الحديدي بولاية كونا بالولايات المتحدة الأمريكية. شهد المؤتمر الصحفي حضور أفراد الفريق البحريني للتحمل 13 يتقدمهم بطل الرجال قميز وبطل السيدات دانييلا ريف، وحظي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بترحيب كبير من رجال الإعلام الذين شهدوا المؤتمر الصحفي، حيث فاق عدد الحضور توقعات الجميع بعد أن شهد المؤتمر حضورا كبيرا للغاية. أجاب سموه على كافة الأسئلة الموجهة في المؤتمر، حيث أكد بأنه يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن هذا الدعم والمتابعة وسام يعتز ويفتخر به ويعطيه دفعة معنوية عالية لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا سموه إلى أنه هو على أتم الاستعداد للمشاركة في البطولة ويتطلع لتحقيق إنجاح جديد لمملكة البحرين. وأبدى سموه أو سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة اعتزازه بالفريق البحريني والنتائج الإيجابية الكثيرة التي تحققت في مختلف البطولات التي شارك فيها خلال الفترة الماضية، ومؤكدا أن الفريق البحريني سيسعى لكتابة التاريخ الجديد الناصر بالذهب ووضع اسم المملكة خفاقا في هذه البطولة العالمية. لا نكتفي بالإنجازات، لذلك تتواصل التدريبات، فليس عاديا هذا العام، هو عام الأحلام، عام الذهب، وناصر بن حمد لكونا ذهب ونصب عينيه اللقب. ولكن لا تأتي البطولات إلا بعد الجهد والتعب، لذلك تستمر الاستعدادات في الجري والسباحة والدراجات، فالفوز ببطولة العالم للرجل الحديدي يتطلب الوصول أولاً للجاهزية البدنية الكاملة، ومن ثم الارتقاء بالقدرة الذهنية والتركيز على الهدف المطلوب. أعتقد في قمة الجاهزية، وكل عداء يوصل هالمرحلة يعرف أن هذا خط ضعيف جداً بين أنه يحافظ على المستوى اللي يكسبه أو يفقد المستوى كله اللي يكسبه. فهذه المرحلة صعبة شوي بتكون. نحاول إحنا إن شاء الله نحافظ على الصحة ونحافظ على اللياقة، ما عاد بقى شيء. الأيام اللي طافت كانت مرحلة تأقلم، والآن مرحلة استعداد. رغم أن الانتصار لن يكون سهلا في بطولة العالم، إلا أن التفاؤل يسود أجواء الفريق البحريني بالصعود لمنصة التتويج. ما في عداء يوصل بطولة العالم يقول لك بفوز بسهولة، ما في، إلا إذا كان يكذب. أنا أقول لك الحقيقة، أنا مستعد للفوز، مستعد إن شاء الله أكون في منصة التتويج. اللي كاتبه الله بيصير، ومثل ما دائما نوعد إن شاء الله الجميع وكل المتابعين يعني بالنتائج الطيبة، فإن شاء الله يبشرون بها. لقد أنهى سمو الشيخ ناصر استعداداته للبطولة، وقد قام بعمل جبار وتدريبات قوية، والآن يمكنني أن أرى أنه في قمة مستواه الفني. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قاد الفريق البحريني في تدريبات السباحة في المكان المخصص لها في السباق العالمي الذي سينطلق يوم السبت المقبل. السباحة طبعا كونها في محيط وبحر مفتوح تختلف يعني على الأماكن الثانية. البحر مو بسهل ولا بصعب، يعني بحكم الأمواج اللي فيه، يعني لازم تكون عندك نوع من التكنيك المعين في السباحة. والشمس هنا ما شاء الله يعني أشعتها قوية، بس الحمد لله احنا جونا في البحرين يعني تقريبا منقارب هالجو يعني في نسبة الحرارة، واللي صادف ان احنا تمرنا في البحرين تقريبا يعني جو البحرين يعني مثل ما نقول صعب. بطولة العالم للرجل الحديدي هي أقوى البطولات، والمشاركة فيها هي حلم لعشاق رياضة الترايثلون. في السباق كبيرة هي التحديات وكثيرة هي الصعوبات، ولكن لا شيء يقف أمام من يمتلك الإرادة والعزيمة. من كونا، حمود الجيب، لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين.